كويس ان لقيتك هنا يا طنط. جمال، تقصد طنط مين؟ انا ولا طنط مجيده؟ سوري يا طنط رجاء، انا اقصد طنط مجيده. عينيا ليك يا حبيبي. خير يا جمال؟ لحظه يا مجيده، هو اللي يكلم حد مش يديله وشه؟ وخصوصا اذا كان بيكلمه دخلته. انت ايه حكايتك من ساعه ما جيت وانت مدينا ظهرك وضارب بوز؟ فهمني ايه الحكايه. ماما لو سمحتي ما تستفزنيش، انا على الاخر. ايه الوقاحه اللي انت بتتكلم بيها دي؟ اميره بالراحه يا اميره، جمال ما يقصدش ان هو يكون وقح معاك. يقطعني لو كنت انا السبب. يتكلم يقول اللي كاتمه. حاضر يا ماما هتكلم وهقول. غاده تعال عشان تسمعي انت كمان اللي حصل يا خالتي. ان جوز حضرتك اللي انا استأمنته على اوراق ومستندات تخص حياتي ومستقبلي رفض يردها لي لما طلبتها منه، وبيراوغني وفاكرني عيل صغير هيضحك على عقله وصدقه لما يقول له ان امانه اداها لحد، وان الحد ده سافر كده فجاه ومش راجع الا بعد شهر. انا مش فاهمه، طب ليه حسين يعمل كده؟ مصلحته ايه انه يمنع عنك حاجتك؟ هو والله ما اعرفش بقى، حضرتك اساليه. ويا ريت بقى لما اجاوبك تقولي لي، ويا ريت كمان تبلغيه ان الحاجات دي لو ما رجعتش الليله انا هبلغ النيابه. هقول لهم ان هو مخبي اوراق ومستندات تهم القضيه عشان يساوم بيها الناس اللي ممكن تجرمهم. انت بتقول ايه يا جمال؟ اسكت انت يا غاده. بيقول اللي جواه يا غاده، بيقول اللي زرعوا فيه عبد المنصف وانا ما قدرتش اموته، وانا بحاول اصحي فيه بذره رأفت باباكي وباباه عشان يعيد تخطيط حياته من جديد على اساس نضيف. تصورت انه بيحصل؟ صحيح ببطء لكن بيحصل. قلت اصبر واساعده، اتريح فتره مسكنه بيطاطي فيها قصاد الريح لحد ما تعدي، واول فرصه تجيله يفرد طوله وينشر قلوعه. مش هي دي اللي بتعملها يا شاطر؟ تيالي يا امي، الشيطان اللي رباني هو نفسه اللي غواكي وخلاكي تتجوزيه وتامنيه على مسؤوليه تربيه ولادك. بالراحه يا ابني على مامتك. وإذا كنت بتلومها قراط، لومني أنا 24 قراط، لأن أنا اللي أقنعتها لما جت تستشيرني وتقول لي إن عبد المنصف طلبها للجواز وهي رافضة، لأنها ما تصورتش إن حد يحل محل رأفت. أنا اللي أقنعتها وقلت لها أنت محتاجة لراجل يربي ولادك معاكي، وخصوصاً الظواهر كلها بتقول إن هو راجل ممتاز وكويس. كون الحقيقة بانت وطلع غير كده، ناس كتير بيقعوا في نفس الخطأ لكن بيصلحوا خطأهم. وافتكر ان مامتك بتصلح خطأها واختك كمان. الدور والباقي عليك انت. انت رجاء كان معاه حق، اللي قلته لماما ده كتير ما يصحش. عارف يا غادة، وندمان على كل حرف نطقته. أكره نفسي لكن. لكن إيه بس يا جمال؟ أنا تعبان يا غادة، دماغي متلخبطة وحاسس إن الأرض بتتدحرج تحت رجلي، وحاسس إنها تبلعني زي الرملة الناعمة. بطوع دراعاتي، أدور على أي حاجة أمسك فيها عشان ما تبلعش، حاجة تقول لي إن مستقبلي لسه ما انتهاش، وإن أقدر أقف على رجلي من تاني ويبقى لي بيت وأسرة وشغل. لكن بمسك الهوا، مفيش غير اللي لقيته هنا في الدولاب ده واللي ساب عبد المنصف قبل ما يهرب له قيمة. عايز أمسك فيه يا غادة، أمسك فيه وأتبت. لكن ماما مش فهماني. اللي أنا فهمته إنك عايز تبيعها، هو بيتهيألك إن العرض اللي عرضوه عليك الناس دول هو اللي هيحل لك كل مشاكلك. وماما طبعاً رأيها إنه لأ، الحل الصحيح إن المستندات دي تسلمها للبوليس، مش عشان بس تحمي نفسك، لا عشان الجرائم اللي فيها تتكشف واللي عملوا كده يتعاقبوا، وبكده هتبقى عملت حاجه كويسه وتمحي اي خطا وقعت فيه. لكن انك تتاجر بالمستندات لا. مش بتاجر يا غاده، انت مش فهماني، كلكم مش فهماني. انا مش هناقشك دلوقتي، ويمكن اكون فعلا مش فاهماك، بس اللي انا عارفاه ومتاكده منه انك غلطت في ماما وطنط مجيدة، وارجوك اعتذر لهم وصالحهم. ايه
المدهش يا أميرة إن غادة عكس أخوها خالص. واضح إنها فاهمة أكتر وواصلة للحقيقة بشكل أفضل، مع إن جمال هو الأكبر والمفروض يكون متأثر ببابا أكتر. جمال انقطعت كل الخيوط اللي بتربطه بذاكرة بابا من يوم ما استلمه عبد المنصف، ودي غلطتي يا رجاء اللي مش هسامح نفسي عليها أبدا. تصورت إن دي قسمة الحق وقلت الولد يربي راجل بديل لأبوه والبنت تفضل في حضن أمها، لكن جمال شرب من عبد المنصف وتشبع بيه، وغادة خدت مني أنا، وبكده الموضوع بقى واضح وما بقاش فيه محل للدهشة. التغيير مش هيحصل بين يوم وليلة يا أميرة، وعلشان جمال يتخلص من اللي شربه واتطبع بيه عايز له وقت، خصوصا بعد الضغوط بتاعت القضية وهرب مراته بابنه وحرته في الشغل اللي مش لاقيه. أصحيح انت كنتي لمحتي لي حاجة بالنسبة له؟ بالنسبة لجمال في فرصة عند المنزلاوي، طبعا الفرصة دي مش هترضيه قوي، لكن اهي حاجة تشغله والسلام. بس انا مش هقوله الا بعد ما ينسى موضوع المستندات اللي عند جوز خالته. نيجي بقى لموضوع شغلك انت. ايه الجديد فيه؟ ما احنا كنا انه مش هينفع مع ظروف شغل غادة. فاهمة الشغلانة اللي انا جايبها لك هتعمليها في البيت. شغلانة هعملها وانا في البيت؟ يا ترى ايه؟ خياطة ولا تيريكو؟ لا خياطة ولا تيريكو، هوايتك القديمة. هوايتي القديمة؟ لا صدق، كل الحاجات دي هي اللي طبقها بنفسها وبدون مساعدة من أي حد. يا بختك، هايلة. طبعا أصل المطبخ هوايتي، أنا كنت ناوية بعد الثانوية العامة أحط في اختياراتي معهد الاقتصاد المنزلي. وأنا كمان أول ما أوصل لرتبة عميد هطلب أخرج من الخدمة واخد فلوس المعاش والصندوق والحاجات دي وافتح مطعم شيك قوي وتبقى انت الشيف بتاعه، مش كده يا حبيبتي؟ ياه يا رجاء، لسه فاكره؟ وانت ناسي يا اميره؟ يا ريت انسى، كنت ارحم نفسي من الندم. دي فكره رأفت قبل ما تكون فكرتي. رأفت مش جايز يكون بعدك تفكريني. بعتني؟ ليه لا؟ تعرفي يا أميرة أنا بقالي مدة بحلم بيه كل ليلة. ماما أنا آسف. حاسس ان انا قليل الذوق وانا بتكلم معاكي. قليل الذوق بس وقليل الادب كمان. خلاص نسيت. يعني مسامحاني؟ مين زعلانه مني؟ سامحاك يا حبيبي، بس بقى الاحصان هعيط. انا اسف يا طنط رجاء ان انا قلت قدام حضرتك كلام زي ده. امال طنط ماجده فين؟ دخلت تطمن على عبيد. انا هو يا جمال، ما تشيلش هم يا حبيبي، انا هنزل حالا لجوز خالتك حسين اجيب لك الامانه اللي عنده، والليله قبل ما تنام هتكون عندك. مش هيحصل، بس حسين مش هيجيب حاجه. اولا ده اتفاق بيني وبينه، ثانيا المستندات اللي عنده دي مش بتاعتك يا جمال ومش من حقك تطالب بيها. لا يا اميره، هو حسين خدها من مين؟ من جمال، يبقى كده ملوش دعوه، يسلمها للي سلمها له. انا هخليه يجيبها وبعد كده انت وجمال احرار مع بعض. شوف يا مجيده، لو ضغطتي على جوزك عشان يخالف اتفاقه معايا هيبقى موقف بيني وبينك ليوم الدين. ليه يا ماما الاصرار ده كله؟ خلي اونكل حسين يجيب المستندات وانا وعد حضرتك اني مش هتصرف فيهم الا بموافقتك. خلاص اي خالتك عندك، روح يا مجيده. هقول له انك موافقه. انا قلت كده؟ اوعي تكدبي على جوزك. انا كدابه يا اميره؟ الله يسامحك، انت عايزه تزعلي وخلاص.
الو ايوه 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 لحظه واحده جمال، تليفون علشانك الاستاذ وجيه المحامي. عندي اخبار مدهشه يا استاذ جمال، طبعا بخصوص القضيه. اسمع، من شويه اتصل بيا المقدم حسام من مباحث الاموال وبلغني ان الانتربول قبض على عبد المنصف وطارق في باريس. ايوه، ودلوقتي بيعملوا اجراءات تسليمهم لمصر. يا اخوانا صدقوني انا ماليش دعوه، الراجل ده هو اللي ورطني، انا ضحيه. يبقى اقول كل اللي انت عاوزه اول ما يبتدوا معاك التحيه يا ستة. بس برافو عليك يا كابتن، لعبت دور الامريكان اللي من اصل لبناني كويس قوي، لدرجة ان احنا ما شكناش فيك لحظة. انتوا لو كنتوا شكيتوا اللحظة دي كانت الخطة باظت. بس يعني ما كانش فيه داعي لللفة دي كلها، انا كنت راجع مصر من نفسي، بس كنت مستني لما الامور تهدى واجمع ادلة براءتي كلها. مسألة كلها خلافات في تسوية حسابات بيني وبين الشركة وبعض العملاء. أنا ما نصبتش على حد زي ما الجرايد قالت، لا. على فكرة أنا ما هربتش، أنا بس بعدت شوية عشان أبقى حر في حركتي. بالشيكات اللي من غير رصيد تسميها إيه يا عبد المنصف دي؟ وقروض البنوك اللي بلغت بفوائدها أكتر من 100 مليون جنيه. نقطتين ضد بعض على طول الخط. فلوس تاخدوها من البنوك وتحولوها لحساباتكم بره. ما تسددوش منها حتى فلوس الناس اللي ادتوهم شيكات مؤجلة من غير رصيد. كل ده إن ما كانش اسمه نصب. تسميه أنت إيه؟ إحنا مختلفين في وجهات النظر يا كابتن. عموماً الفيصل في النهاية للقانون هو مش في محكمة؟ أكيد في محكمة، ومحكمة جنايات كمان. خلاص هنشوف المحكمة هتقول ايه. يا عبد المنصف بيه، ايه اللي وداكم فرنسا وانتم عارفين ان في معاهدة تسليم مجرمين بينها وبين مصر؟ ده دليل على حسن نيتنا وان موقفنا سليم 100%. وهل تم الاتفاق بينكم وبين مندوبين عن الحكومه عشان تسويه الديون واسقاط التهم المنسوبه اليكم؟ الله يسأل الحكومه بقى في الحكايه دي. يلا يا جماعه اسمعوا بس. برضو احتمال وارد لازم نحطه في الاعتبار. ايوه، بس انا مش فاهم ايه طبيعه الصفقه اللي ممكن يعملها مع البوليس. اكيد هيسلمهم مستندات تثبت انه مجرد واجهه، وان احنا اللي كنا بنستخدمه ونستغله من ورا ستار. يا جماعه بس برضو لازم نتاكد الاول. تتاكد؟ تتاكد من ايه يا سيد يا رمضان؟ يعني انت يخش دماغك ان واحد عقر زي عبد المنصف ياخد الواد قريبه وينزلوا يتفسحوا في فرنسا وهو عارف ومتاكد تماما ان في اتفاقيه تسليم بينها وبين مصر؟ مش ممكن طبعا، اكيد واخد الجرين لايت. هو ده تمثيليه اتفق عليها مع الضباط اللي راحوا له يقنعوه انه يرجع، مجرد تمويل. تمويل ليه وعلى مين؟ اسمحوا لي، يعني انا مش مقتنع بالكلام ده خالص. يا متر، انت مش مشترك معنا في الاجتماع ولا بتتفرج بس؟ انت طلبتني يا نهاد باشا من غير ما تقول لي انت عايزني في ايه، وجيت لقيتكم مجتمعين وبتتناقشوا، يعني انا مجرد متفرج. ليه انت مش محامي عبد المنصف مذكور ولا ايه؟ كنت محامي في قضايا سابقه، لكن في القضيه دي بالذات للاسف سافر من غير ما يوكلني، ولغايه دلوقتي ما وكلنيش، يعني رسميا انا مش محامي. مدهش، انا كنت متصور انه عامل لك توكيل عام لكل القضايا زي العاده. يعني عبد المنصف مذكور محامي قديم وراجل حذر وحريص، وكان يفضل باستمرار توكيل خاص بكل قضيه لوحدها. عموما ده مش مربط الفرس، قول لنا رايك بعيدا عن التوكيلات والاوضاع الرسميه. انا
أخشى إن رأيي مش هيعجبكم يا باشوات، وأفضل إن أحتفظ بيه لنفسي مؤقتاً على الأقل. أنا مرتبط بمعاد ويا دوب أقدر ألحقه. عن إذنكم. مالك يا غادة؟ مفيش حاجة يا ماما. أمال شاهدي فين؟ في الأوضة جوه. قال ضمه ومش عايزة تتكلم. أنت حتى ما فطرتش. ساعة ما صفية ورت لها صورة باباها في الجورنال والبوليس حواليه. رب اقطعني. والله يا ست هانم ما كنت أقصد. ده هي يا جبدي اللي شافت الصورة قبلي. لقيتها بتقولي الحقيقة دادة. بابا هو في الجورنال. بصيت لقيت الصورة. من غير ما افكر لساني سبقني وقلت اه والله صحيح. وبعدين ما تكملي، قلت لها ايه؟ مش قلت لها اه والنبي هو ده حتى البوليس حواليه الحديد في ايديه. لا مش ممكن، انت اكيد حصل في مخك حاجه. معاكي حق، انا اتثبت في نافوخي ولو ضربتوني بالنار ما اقدرش الومكم. طب يلا يلا روحي روحي شوفي شغلك. انا هروح اشوف شاهد. قولي لي يا غدا، هو المحامي لسه مع اخوكي؟ قرار النائب العام بعدم توجيه اتهام اليك واعتبارك شاهد ملك موجود على مكتبه يا استاذ جمال، وعايزين يوقعه قبل ما الجماعه بتوع الاموال العامه ما يضغطوا على عبد المنصف مدكور وطارق ويقنعوهم بالاعتراف. وفي الحاله دي موقفك هيبقى زيهم ونفقد احنا فرصتنا في الشهاده عليهم. تفتكر ده ممكن يحصل؟ رايي الشخصي انه مستبعد بالنسبه لعبد المنصف، لانه فايتر واعصابه جامده وهيصمم يحارب معركته في المحكمه للنهايه. الخوف الحقيقي من طارق، ضعيف وجبان وهيحاول يشتري مصلحته باي ثمن. عندك حق. طب ايه اللي في رايك يخلي النائب العام يوقع القرار بسرعه؟ انك تقدم لهم ادله لها وزنها مش مجرد شهاده. تقصد ديسك الكمبيوتر والمستندات؟ جه وقته. انتي ما بترديش على رنا ليه؟ عايزاني اقولك ايه يا رنا؟ عايزاكي تقوليلي انتي زعلانه من ايه وما فطرتيش لغايه دلوقتي ليه؟ بصراحه يا خالتي هي قالت لي انها مخصماكم، فاكراكم كدبتم عليها لما قلتولها ان باباها مسافر. لكن الصفايه بتقول لكن البوليس واخده عنده. بس احنا بقى ما جددناش حبيبتي، هو بابا فعلا كان مسافر، وبعدين كان في ناس وحشه متخانق معاهم، لما جه هنا البوليس مسكه وجاب الناس، لما يتأكد انهم كدابين هيسيبوه تاني. هو هيجي تاني عشان يشوفني؟ طبعا يا حبيبتي هيجي. ودلوقتي بقى تروحي لماما غادة مستنياكي في الصالة عشان هي قلقانة عليكي، وتخليها تفطرك. ها يلا روح. شفتي يا عبلة؟ أمال لما أبوها يتحكم عليه في القضية ويتسجن هنعمل إيه؟ مسكينة، ما تتصوريش يا خالتي أنا قلبي بيتقطع عليها قد إيه؟ ما بالك بقى بقلب أمها. الله يكون في عونها. عرفتي بقى إن مفيش حد خالي من مشاكل؟ بس مشاكل عن مشاكل تفرق يا خالتي. إحنا هنحط المشاكل قصاد بعض ونوزنها ونشوف أني مشكلة أكبر من التانية. كل واحد بيمر بمشكلة بيحس إن مشكلته أكبر من أي مشكلة تانية. وبعدين تعالي هنا بقى، انت هتفضلي كده كتير. انا اسفه يا خالتي، انا عارفه اني زودت لكم همومكم. اخص عليكي، انا قلت هتفضلي كده مش هتفضلي هنا، ده بيتك يا حبيبتي. انت قاعده هنا مع خالتك وولاد خالتك، يعني مامتك واخواتك، تقعدي هنا مهما تقعدي مش هرد شعره من اللي عملته مامتك وباباكي. انا قصدت استسلامك لحزنك والذنب اللي مليكي. اعملي بس يا خالتي، تفكري وتجاوبي على سؤال مهم. الراجل ده اللي اتجوزتيه بعقد عرفي يستاهل التضحيه اللي انت عملتيها والورطه اللي مرتها لك دي؟ انا مش عايزه اجابه، انا عايزاكي تفكري ولما تلاقي اجابه مقنعه تبقي تيجي تقوليها لي. هستناك بكرة في مكتبي، 7 مساء. كويس؟ اه كويس قوي. لو وصلت القرار في الموضوع قبل بكرة كلمني، نمرك كلها معايا. خلاص اوكي. مساء الخير. شرفتنا. متشكر جدا. ساعة
السلام عليكم. مع الف سلامه. مع السلامه. وعليكم السلام. السلام عليكم. مع الف سلامه. صباح او مساء الخير على حسب. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. عن اذنك اتفضل. مع السلامه. ازيك يا استاذ جمال؟ معلش لو كان في حد فاضي ممكن اشرب معاه الشاي. طبعا اتفضل اتفضل. ايوه هو بس راح شقه الست اميره. وما ندهتش عليه ليه؟ مش عارف ان اختك بتفرفر جوه من الحراره. حاضر يا ماما لما يخلص عند الناس هناديله. انا في البلكونه. عبير يا حبيبتي روحي خبطي على طنط اميره وقولي للدكتور شلبي ان احنا عايزينه. ماما انا بقرا المجله وبعدين بتكسف اخبط على الناس. بتتكسفي تخبطي على الناس؟ امال فاتحه تخبطي على طنط ام رمسيس عشان تلعبي مع نيتو؟ طب ما تروحي انت يا شاطر. يا ماما انت بنت وده اختصاصك. تخبطي على الابواب. صباح الخير يا طنط. صباح الخير يا ابله. ماما بتسلم على حضرتك وبتقول لك ممكن تسلفينا شويه ملح وعلبه صلصه ويا ريت شويه مكرونه ولو عندك فاصوليا بيضه يبقى حلو قوي. على فكره بقى دمك مش خفيف. دمك يلطش. تأدبي وانت بتكلمي اخوك الكبير. يا عم روح كده وانت عامل زي اعلان اللبان. الله حلو قوي حلو قوي. هايلين. ما تفرشوا الملايه لبعض ولا كان اختكم الكبيره اللي موتها نفسها علشانكم بتتالم جوه. يا ماما انا كويسه يا ماما بس هو انا يعني انا دايخه شويه الحقيقه. انا قريت الجرايد وقلت لازم اجي اطمن فورا واقول للشاهد ان انا جايب لها هديه ظريفه خالص ما تنفعش لاي حد في الدنيا غيرها. هي فين ولاها لي؟ حاضر. انت كده مدلعها قوي يا دكتور. مفيش حاجه في الدنيا ممكن تغلى على شاهد. اتفضلي يا حبيبي. ميرسي. الله انا بحبك قوي. تروح ولع لنا. اوعى تنسى الشاي بتاعك يا دكتور. الشاي؟ لا طبعا حد ينسى الشاي. وبعدين انا لو نسيت الشاي هفتكر تاني. لا حلو حلو يا عبد. لا مؤاخذة يا دكتور. في بنت من عند مدام نوال جارتنا بتقول انهم عايزينك ضروري عشان الانسة علا تعبانة قوي. علا؟ مالها علا؟ حاضر يا صفية قولي لها ان انا جاي حالا. لا لا كمل يا دكتور الشاي بتاعك بس هجيب حاجه من الاوضه بتاعتي واجي على طول. دقيقتين بس. ها هو ايه يا دكتور؟ لا لا مفيش حاجه. انا متشكره قوي مش عارفه اقول لحضرتك ايه. مدام غدا مفيش حاجه تستدعي الشكر. دي هديه بسيطه خالص. والحقيقة مش عشان الهدية هي بس عشان انت جبت الهدية دي ليه؟ يعني ما مش عارف جبتها وخلاص. لا يا دكتور انت لما قريت الجورنال وشفت ان بابا شهد مقبوض عليه وانه راجع على مصر خفت تكون شهد شافت الجرايد وتكون زعلت جبت لها الهدية دي عشان تلهيها. انت انسان قوي يا دكتور. مدام غدا أرجوكي انا بتلخم وارتبك وبتبقى حالتي بالبلا. انا دلوقتي بايظ ومش عارف اقول ايه. انت الحقيقة انا اللي مش عارف اقول ايه. قولي لي بقى حضرتك رمرمتي ايه من بره؟ ليه؟ وانا عندي ايه؟ ترديش على سؤالي بسؤال. انا في الاخر من نفسي هقول لك ايه التشخيص. خلاص اسفه ما رمرمتش. هو انا كده بقعد طول النهار على لحم بطني ولما اجوع قوي باخد اي ساندوتش من اي حته. صدقها يا دكتور كل يوم اتحايل عليها تاخد سندوتشات من البيت ما بترضاش. دي زي المسمومه. ليس بالاكل وحده يحيى الانسان يا ست ام علا. ولا ايه رايك يا دكتور؟ يا سلام وفايق قوي حضرتك تقولي حكم. لا بجد قولي يا دكتور هو الواحد بياكل عشان يعيش ولا بيعيش عشان ياكل؟ دكتور شلبي اتاخر قوي ده ما بقالوش غير 10 دقايق. لا
بقاله تلت ساعة. ما تبطلي بقى انت وهو. سوري يا استاذ جمال. سوري على ايه؟ صحيح سوري على ايه؟ اصل الطاسة طايلها بارومة. طاسة؟ يعني خنقة مخنوق. ايه مش واخد بالك؟ انت من اول النهار مستني تشطيفة؟ طيب استناني ما تستعجلش. طب انا مستنيك على الايميل www.علاءالدين.com. ماشي يا اخويا؟ معلش يا استاذ جمال، اصله مدمن كمبيوتر، بيقعد بساعات في كافيه انترنت في شارع عماد الدين. الو؟ عندها حاجه في الامعاء زي ما تقولي حضرتك كده، حمى بسيطه. ياه حمى؟ ما تتخضيش قوي كده يا طنط، مفيش حاجه تخوف ان شاء الله. عموما انا هكتب لها على مضاد حيوي تاخده كل 8 ساعات، مخفض للحرارة إذا درجة حرارتها زادت عن 39 درجة. النهاردة سوائل بس، وبكرة إن شاء الله مسلوق خفيف، وفي آخر اليوم بكرة إن شاء الله هعدي أطمن عليها. جرى إيه يا دكتور؟ بتكلم ماما ليه؟ وأنا لسه عيلة صغنطوطة مش هفهم، هتقول لماما؟ يا ساتر، هو أنت مفيش حاجة بتحوق معاكي حتى الحمى؟ لا ده أنت بقى شكلك زعلان من اللي جرى لأخوك. انا مش هاخد الدواء بتاعك احسن تكون عايز تسمني. ايه ده يا علا عيب كده؟ سيبيها طنط وانا تايه عنها، عموما جالها في الاخر اللقوة منها. هتقولي الحمى تاني ولا ايه؟ لا لا لا، حمى ايه، مندوب الجيران. مين يا ماما؟ الحاجات مش تحت ايدي دلوقتي، انا مش هقدر اتكلم في تفاصيل، انا عندي ناس. اوكي نشوفك بقى، انا بكره في ريزورت الجولف الجديد اللي على الصحراء. معرفوش. مفيش مشكلة، هبعت لك عربية بسواق الساعة 1 الظهر. فاين؟ فاين، وهو كذلك. بالمناسبة أنت طبعا عرفت إن قريبك جم. عرفت. طب مع السلامة. اطمنوا خالص، بكرة إن شاء الله هتبقى كويس. إيه الأخبار يا دكتور؟ متهيألي نركز على عبد المنصف. هو اللي يتعامل مع ابن مراته. أيوه. الولد ابتدى يلعب معاه وبينكر ان الحاجات تحت ايده. فعلا لازم نصدر له عبد المنصف، خصوصا هو السبب في المصيبه اللي احنا فيها دي. ايوه بس هنطول عبد المنصف ازاي وهو في السجن؟ نطلعه بكفاله. ما زمان عباس بيشتغل على الحكايه دي من فتره. عباس موقفه زي ما انتوا شفتوا بالظبط، غامض عليه علامه استفهام. على العموم انا بكره هقابل جمال وبعدها نبقى نقرر. اتفضلوا معايا. خلصتوا مراجعة العقود يا خواجة فرعي؟ لسه شوية. طب شاهلوا شوية عشان نوقع وننتهي من الموضوع ده وتلحقوا ترجعوا القدس الليل. تمام يا فندم. خليك بره يا ابني. تعالى يا عبد المنصف بيه، اقعد. أستاذ فتحي جبر المحامي طالب يقابلك. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. سنة المحامي بتاعي الأستاذ عباس درويش. الحقيقة الأستاذ عباس درويش رفض يتولى قضيتك، وأخوك الحاج علي هو اللي اتصل بالأستاذ جبر. مين اللي قال إن عباس درويش رفض قضيتي؟ والله التليفون ده شغال وفي حرارة، تقدر حضرتك تتصل بيه وتسأله. نعم. أهلا. معقول؟ مش معقول. الحمد لله على السلامة يا باشا. ألف حمد لله على السلامة. ها؟ أنا آسف. الحقيقة مش حاضر أتولى القضية دي يا عبد المنصف بيه. يعني مسألة متصلة بضمير المهني. ها؟ لا مش حاضر أدخل في تفاصيل دلوقتي. كفاية أقول لك إن ضميري ما يسمحليش أمسك قضيتك أو قضية طارق. مين؟ الأستاذ فتحي جبر؟ هايل، أخوك أحسن الاختيار فعلا. الأستاذ فتحي راجل ضليع في القانون، ولو كنت سألتني كنت هرشحهولك. لا دي مسألة بقى نسيبها بعد القضية ما تنتهي على خير إن شاء الله. مع السلامة. عرفت بقى يا عفة ان المحامي الشاطر مش لازم يكون بهلوان.
أنا بعتذر لك يا أستاذي، الحقيقة أنت وريتني عمليا الخيط الرفيع اللي بيفصل الشطارة عن الدجل. ولسه القضية لسه فيها دروس كتير قوي. الظاهر إن في حاجات كتير قوي اتغيرت وإحنا بره. ولسه إحنا في عصر الساتلايت يا عبد المنصف بيه، يعني الإشارة بتوصل من أي مكان في العالم لأي مكان تاني في العالم في أقل من ثانية. ويا ترى وإحنا في عصر الساتلايت يا أستاذ الإجراءات القانونية بتمشي بنفس السرعة؟ تقصد إيه؟ يعني لو وكلتك تخرجني بكفالة قد إيه وبعد قد إيه؟ ممكن أنفرد بموكلي؟ بس هو لسه ما وكلكش يا أستاذ. أنت طارق حميدة وكلك؟ لا، مصالحكم متعارضة. يا ترى مين محامي أميرة هانم؟ يا عبد المنصف بيه، أميرة هانم من الأول موكلة الأستاذ نجاتي سليم، وابنها جمال موكل الأستاذ وجيه عوض. طب وطارق حميدة؟ طارق حميدة لسه بيفكر. حقيقة بيه أنا معرفش أي محامي غير عباس درويش. بس عباس درويش رفض يدافع عنكم. عمل كده فعلا؟ طيب يبقى المحامي اللي هيوكله عبد المنصف مدكور. ما ينفعش يا طارق بيه، لان اقوالك في محضر البوليس بتتهم فيها عبد المنصف مدكور بكل التهم الموجهه ليك، ده بالاضافه لان المحامي بتاعه قال ان في تعارض مصالح بينكم، يعني ما ينفعش نفس المحامي ليكم انتوا الاثنين. تبقى مراتي تختار لي واحد. نسال يا جماعه، اكيد هنلاقي محامي كويس. ومال؟ اتفضل اتصل بيها وقول لها اللي انت عايزه. هو ما حدش سمع التليفون؟ ايوه ده انا عامله. لا يا حبيبتي. فين غاده وصفيه؟ انا ما رضيتش ارد عشان معلش انا اللي هرد. الو مين بيتكلم؟ لحظه واحده، لحظه عبلة لو سمحتي خدي شاهدة في اوضتها تلعب بالكمبيوتر. حاضر يا طم. يلا يا شوش. ايوه يا طارق، لقيتها نايمة. لا طبعا مش هصحيها، قول لي انت عايزها في ايه وانا بلغها. اسمع ما اقولك، طولة لسان مش عايزة، وبنتي مش هتفضل مرتبطه بيك. قولي له يطلقني يا ماما، علشان لو ما طلقنيش انا هبهدله في المحكمه. ممكن تديني السماعه؟ خدي. هي دي بقى الاصول يا بنت الاصول، ده بدل ما توقفي جنبي في محنتي. والله اللي انا اعرفه ان الست المحترمه المتربيه بتبقى مع جوزها الحلوه والمره، ولا ايه؟ لا، وانا اللي بتصل بيكي عشان تشوفي لي محامي. قال ده انا طلعت اهبل بشكل. طب بس بلاش قله ادب. نعم طلاق ايه يا هانم؟ ما تفوقي روحك. روح يا حبيبتي ارفعي القضايا اللي انت عايزاها، بس بشرفي لوريكي. انت فاكرني هفضل محبوس هنا ولا ايه؟ انا هخرج هوكل اكبر محامي في مصر واخرج وهتشوفي. صوري بيهددني؟ شفتي البجاحة؟ ما تستغربيش يا غادة، ما هي دي البجاحة اللي خليته يعمل اللي عمله ويسيبك على عماكي ويهرب. بجاحة الشخص اللي ما عندوش ضمير. يا ريته عمل اللي عمله ده من بدري، من قبل ما شهد تيجي وما تشوفش أبوها بالشكل ده. ليه يا حبيبتي؟ شهد جت عشان ربنا يعوضك عن أي خسارة، واوعي تحملي بنتك ذنوب أبوها. أنا مش ممكن طبعا يا ماما، حضرتك عارفه انا بحب شهد قد ايه. انا ممكن اعمل اي حاجه في الدنيا وبنتي ما تتاثرش شعره باخطاء ابوها. انا هرد. الو مين؟ فتحي جبر؟ انا ما اعرفش حد بالاسم ده. اهلا.
أفندم، بتقول عايز تقابلني؟ بخصوص إيه؟ بخصوص القضية. أنا محامية الأستاذ نجاتي سليم، لو أي حاجة بخصوص القضية حضرتك تتصل بيه. نعم، عايزني أزوره ضروري؟ لا طبعاً، ده مش هيحصل. متشكرة قوي، مع السلامة. ده محامي أنكل منصف؟ أيوة، قال عايزني أزوره. قال طب وفيها إيه؟ ماما، أنكل منصف غير طارق خالص. طارق ده إنسان تافه وانتهازي، لكن أنكل منصف مهما كان هو اللي ربانا ورعانا، عمره ما بخل على حد فينا بأي حاجة، ما عملش حد فينا وحش، وده يستحق إنك تديله فرصة يقولك وتسمعي اللي عايزك تسمعيه. أكيد عنده دفاع وردود على أسئلة كتير قوي، اسمعيه حتى من باب الفضول وحب الاستطلاع. بعد كل اللي عمله يا غادة، والورطة اللي حطينا فيها كلنا، ومستقبل أخوكي اللي كان ممكن يضيع، والقضية اللي أنا لسه متهمة فيها، وفلوسنا وأملاكنا اللي اتحطت تحت التحفظ. أنا مش بتكلم على فلوسه وأملاكه اللي هو عملها، لأ، أنا بتكلم على الورث اللي ورثته عن المرحوم جدك، وعن ورثنا اللي ورثناه عن المرحوم باباكي لما استشهد. 100,000 جنيه اللي خدناهم من الجيش شلتهم وحطيتهم وديعة في البنك باسمك واسم أخوكي، ونسيتهم خالص مع مرور الزمن، اتحطوا تحت التحفظ. البيت ده بيتكم وبيت أبوكم، اتحط هو كمان تحت التحفظ. يعني حياتنا احنا الثلاثة محطوطة تحت التحفظ، وعايزاني أنسى يا غادة؟ أنا ما بقولش إنك تنسي يا ماما، أنا بقولك بس إنك تديله فرصة يشرح ويبرر، وبعدين اعملي اللي أنت عايزاه. هشوف. مالك يا ماما؟ الصداع مسكني فجأة كده. حالا هجيبلك أسبرين. صفية، أنا صفية. هي راحت فين؟ ألو، أنا صفية سعادة البيت، بقالي نص ساعة بطلب حضرتك والنمرة مشغولة. أيوة، فيه جديد. الأستاذ جمال اتخانق مع مامته وخالته وجوز خالته على الحاجات اللي مخبيها. لا، هما مش عايزين يدوهاله. اللي فهمت سعادة البيه انه كان عايز يبيعها لناس تانية. لا والله ما اعرفش. طيب يا صفية، متشكر قوي، انت عملت اللي عليكي. بقولك ايه، لو عايزة كلميني بكرة وقوليلي نويتي على ايه. طبعا اللي اتفقنا عليه وزيادة كمان علشان خاطرك. مع السلامة. مهمتها انتهت مش كده؟ تقريبا، ومهمتي انا كمان. اطلب للمقدم حسام في مباحث الاموال العامه. اذا سمحت لي بسؤال يا استاذي. بسرعه. مفيش شبهه تجاوز في مساله، اقصد يعني بخصوص المهنه. تجاوز للضمير؟ لا 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 اطلاقا. الضمير في مهنتنا لازم يكون صلب اخلاقها. ايه، مش فاهم؟ عموما بعدين. مع سيادتك. الو، سعاده الباشا، معاك عباس درويش. قولوا الحقيقه. يا سلام، يا سلام على الغنوه دي يا اسطى، بتفكرني بالفيلم كله. فيلم ايه بقى يا استاذ شعبان؟ معقول يا اسطى؟ فيلم شارع الحب، لما كان عبد السلام النابلسي عامل حسب الله السادس عشر واتجوز زينات صدقي، لما دلقت عليه حله الملوخيه، الفيلم بتاعه ما تبسطهاش اكتر من كده. ايوه ايوه افتكرته، كان فيلم ظريف. ولا لما خبى البخاخه بتاعت الفليت تحت المخده. سيبك بقى من الفيلم وقول لي، حمزه عامل ايه؟ لسه مقفلها كده ومخليها ضلمه؟ ما رضيش يقابلني لما عديت عليه النهارده، وحاله بيته وعياله اخر نكد. يا ريت يا اسطى تحاول معاه. الليله هعدي عليه ان شاء الله. مساء الخير. مساء الخير. اهلا يا استاذ، اتفضل. انا جاي اعتذر لك يا جوز خالتي، وعايزك تسامحني. اسامحك على ايه يا حبيبي وابن حبيبي؟ شعبولة عالي ماستر. بالاذن لمؤاخذة يا استاذ، اتفضل يا شعبان. يبقى بص لي على الواد رضا عند مدبول يا شعبان. واجه يا ماستر. ما توقفش، اتفضل. جوز خالتي، انا
انا كنت قليل الذوق قوي معاك. انا يا ابني مقدر الظروف اللي خلتك عصبي حبتين وعذرك، وخالتك كلمتني في الموضوع، ولو انت مصمم انك تاخد حاجتك هجيبها لك، بس ممكن اتكلم معاك كلمتين الاول؟ طبعا اتفضل. صلي على حضره النبي. عليه الصلاه والسلام. سيدي النبي صلى يا اسطى. علي افضل الصلاه والسلام. مين جنابك؟ ابن اخت جماعتك عرفني. مش تقدمني يا جمال باشا؟ ما تروح انت كمان تأدي واجبك وتزوري طارق. مش قلنا ان احنا الثلاثه اعصابنا تعبانه بسبب اللي رجعوا؟ موقفك في القضيه يكاد يكون محسوم يا اميره هانم. الكلام ده لو رحت قلته لماما دلوقتي هتحدفني باي حاجه وتفتح نافوخ. تعالي نعوض كل دقيقه. تعالي. عسل يا انكل. هو مش زياره المريض واجب برضو بين الجيران؟ ابويا رجع لك الحاجه اللي كنت شايلها عنده. العيال بتوع الجيل ده حكايتهم بقت حكايه. ارجع يا شاه. ارجع حزوة حزوة. ارجوكم مش عايزين نفزع البنت. استر يا رب. كل ده ام رمسيس ومش عارفة ايه اللي بيحصل. هتعلم تعيش حلو تلبس حلو. بيقولك نشطفك ونحلقلك والنسوان. المسألة دي معقدك ليه؟ في اشاعة بتقول انه هيتجوزوا بنته. يعني افضل مكشرة؟ مش كفاية الهم اللي احنا فيه؟ بركة دعاء الوالدين.